السلام عليكم. اليوم جيت نضرب لكم على شويه على الكيد ديال الركوفرز. الركوفرز ماشي ديال الكولتوزر، ديال الركوفرز اللي كيجي على برا، على برا كيجي من الفوق اللي هو هذا كيد معروف كيتباع. المهم فابريكاسيون ميدين تشاينا. هذا معروف كيطوي على جوج ليفر الفوقاني والليفر التحتاني، كيطويهم بجوج تيخرج لك لابوند مطويه على اربعه. هاد الخدمه هادي كدار في الكوفروز بلا، عندها فيكساسيون من هنايا ماشي بحال ديال الكولتوز. الكولتوز عنده فيكساسيون في لاريير ديالو، الصباطو البلاكا ولي غريف موديفيين على حساب الحطه ديال الكيد. هذا غير ادابتاسيون كي ادابتيو الكوفروز بلا باش يخدموا به البي، باش يخدموا البي كيجي بحال هكا. ولكن من الديفو ديال هذا انه كيجي فوق الطبله وخصو يكون مايل واحد لانكلينيزون، مايل شويه لهاد الجهه باش هاد لوبيك هذا يطيح لتحت. ومالغري سا هادو ما تيعطيوش خدمه مزيانين، ماشي بحال الكيد الكولتوز كيكون قريب الليباري، الصباط ديالو موديفي كيكون قريب الليباري. هذا كيجي شويه بعيد، كيجي قدام الصباط، كتكون واحد لا لونغور هنايا، واحد لا ديستونس هنايا ما بين لا سورتي ديال الكيد والصباط، وكيكونوا لي فروتمو، كيكونوا لي فروتمو ديال البي مع الصباط ومع لي غريف، وتيجي تيدير التكماش، كيدير التكماش. دونك هذا ندي كونسيي حول شي توب اللي كيتيرا غيدير لك ماكسيموم ديالو، غيدير لك التكماش. دونك هذا ميدين تشاينا، وهذا ميدين موروكو. هذا ما تيطويش على اربعه، هذا كيطوي على ثلاثه، تيطوي على جوج الفوق والتحت كيمشي سامبل باش يبان لكم، تيمشي سامبل. هذا صالح للخدمه ديال الركوفرمون من التحت، كتغطى الركوفرمون يعني هاد البي، هاد البليه التحتانيه كتجي في وسط الركوفرمون ما تتبان شي. المهم كتكون رقيقه على حساب الغلط، ما تكونش غليظه، كتجي رقيقه. هادي كيخدموا فيها اكثريه سوفيتمون ولا سليب اللي كيقولوا، كاين اللي كيقولوا له سليب بسميطات، سليب بسميطات. هذا ميدين موروكو مصنوع هنا في هاد لاتولي، هذا سي لا ميم شوز تقريبا، غير لا موديفيكاسيون، انا موديفيي في البلياج، غيرنا في التنيات ديالو. هذا تيتني الفوق والتحت ما تيتنيش، الاخر تيتني جوج جهات، تيتني لتحت وكيتني الفوق باش ما تيكونش عندنا الغلط، تنحيدو التنيه ديال التحت باش تجينا الخياطه ميته مع الثوب. وهاد الكيدات هادو راه مزيانين يعني حتى الخدمه ديالهم كتكون مزيانه، غير هو تيبقى ديما ديال ركوفروز بلا، هاد لا فيكساسيون ركوفروز بلا. دونك حنايا كنديكونسييو هاد ركوفروز بلا، من الاحسن بنادم يخدمو في الكولتوز. الكولتوز تتكون الخدمه احسن وكتكون نقيه اكثر وكتكون سامبل في الخدمه، يعني ما كتكونش هاد القصديره هادي، هاد لاطول هادي، هاد السيبوره ما كتكونش، كتكون سيبورا على الارير. وهنايا عندك ليبر، هنايا لا ماشين اللي كتكون، وكتجي نيفو مع الكيد، يعني كيولي التوب يدخل في وسط الكيد تو سامبلومون بسهوله، ما محتاجش ديرو من هاد الجي وتخشيه للداخل. لقاش هنايا نورمالمون خصك تحط لابوند هنايا ودفعها هكا باش تدخلها. في الكولتوز لا، كتحط لابوند هنا كتجي كتدخل، كتدخل اوتوماتيكمون. هنا لا خصك دير الراس من هنا وتدخلو عاد تولي غادي في الخدمه. دونك داكشي علاش هذا كيولي صعيب شويه في الخدمه، سيرتو في لو ديبي في الاول ديال الخدمه. دونك هذا هو الفرق اللي كاين ما بين هذا لي ميدين تشاينا وهذا لي ميدين موروكو، وما بين هاد الكيدات هادو ديال ركوفروز بلا والكيدات ديال الكولتوز. بالنسبه للعبار، بالنسبه للعبار، العبار كيختلف هادو بجوج بهم ديال 35، هذا لا هذا بجوج بهم ديال 35. غير هذا ملي كيطوي على ثلاثة تيخرج عريض شوية، هذا كيطوي على أربعة تيخرج رقيق شوية. هذا هو الفرق اللي كاين في العبارات. والعبارات أي عبار بغيتي نصوبو لك يعني حتى 60، حتى 6 سنتيمتر راه تتكون المسائل مزيانة. إين فوا كتفوت 6 سنتيمتر كتولي أوتر شوز، كيوليو مشاكل أخرى وكتولي خدمة أخرى. ولكن في سميتو في ديال الشينوا ما كاينش فيه العبارات كاملين.
لا فيه العبارات، فيه العبارات يديروا هما داكشي كيمشيو على حسب ستوندار، يعني عندهم واحد لاغام ديال لي غيد ستوندار كيمشيو عليها، يعني كتخرج على ديك لاغام ديال ستوندار ما كتلقاش الغيد اللي بغيتي نتايا، فهمتيني؟ وبعد في المصايبه يمكن لك تصايب داكشي اللي بغيتي نتايا. كاين حاجه اخرى في لي بوند، لي بوند كاين كيتبدل الثوب، شحال ما تبدل الثوب بعض المرات تقدر تلقى ثوب واقف والستوندار يخدم لك فيه مزيان، وبعض المرات تلقى ثوب اللي هو مرهيف مرخوف ستوندار ما يخدملكش فيه مزيان، دونك كضطر تادابتي الكيد على حسب الثوب اللي عندك. دونك حنايا هنا كنديرو لادابتاسيون في لا ميزور وحتى في النوع ديال الثوب اللي غادي نخدمو به باش يكون لو ريزولتا احسن من هادو. يعني انا كنفضل يعني بنادم اللي عنده شي خدمه اللي هي سبيسيال او لا ثوب اللي هو سبيسيال يصايب احسن ما يشري ويضيع وقته. اكثريه ديال الحالات اش تيوقع كتشري كتبغي تخدم كتبغي ديباني تخدم هذا كتصدق مضيع لاشا ومضيع لو طون ولو طون سي دلارجون. يعني هنا كيولي اشكال عندك ومن بعد كتحيد هذاك الشيء كامل وكتروح ترجع للمصايبه وكتكون ضيعتي اصلا ضيعتي ثوب ضيعتي وقت ضيعتي فلوس فلاشه ديال لي غيد. دونك هادشي هذا كله كيولي كله بيرت وكتولي تبدا من جديد عاد تقلب على سبيسيال وتقلب على اللي مصايب ومادابتي على حساب لابوند وعلى حساب الثوب. دونك كنكونسيي بنادم يقلب الثوب اللي عنده ويقلب العبار اللي عنده قبل من الوقت ويدير لي سي ديالو غير بيد ولا هذا، عاد من بعد يقرر واش غادي يمشي في اتجاه الجهه ديال الستوندار ولا يمشي يقلب على السبيسيال. و تنشكركم كنتمنى لكم فتكم شي حاجه.